السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبع يومية مهاجر داخل أو خارج المغرب الإخوة، أنا نجد في صدد هذا الموضوع بالضبط عن يعني الواحد كتسولو ولا كطرح عليه أي سؤال بالنسبة للجلوس ديالك في الحجر الصحي، كيقول لك أودي أنايا كرهنا وحنا قنطانين ورحنا بزاف الحوايج وملينا. أنا أقول لك يا أخي الكريم الذي دور تقول بأنك قنطت الدار وكرهت ومليت وراك بربع ديال الحيطان، حمد الله والشكر لأنك باقي في صحة وعافية. تخيل مع أنك كرك مريض، يعني دخلت للدار مريض وراك طايح في الفراش. يعني هنا نستنتجو بأن ما دمنا في صحة جيدة، وخا رحنا في وسط المنازل وعارفين بأن ما فينا الظرفية صعبة، ولكن صبروا وصابروا ولا تقنطوا من رحمة الله. ربي تكتبت علينا شكون عندنا هذا المرض، واش ما غاديش نصبروا؟ تفكروا عاد كاينين الوفيات، الناس اللي كتوفى كنديروا الاجراءات تاع الدفن ومنا وايامات، وبنادم غادي يبقى يترحم على العائله ديالو واللي كينسى، يعني ينسى. ربي الحمد لله احنا غرس فينا واحد غريزه تاع الصبر. صبروا وصابروا ولا تقنطوا من رحمه الله. الله سبحانه وتعالى خلقنا باش نصبروا. تخيلوا معي لو كل الناس اللي راه في المنازل طاحت بمرض غادي تبقى تقول يا ربي وقفني. الحمد لله انت دوك راك واقف وكتقول قنط. وما رايك في الشخص الذي مسكين في المستشفى؟ تعرف واش راه يقول داك اللي في المستشفى؟ يقول يا ليتني لو سمعت اول الامر قالوا لي قعد في المنزل وانا ما قعدتش وخرجت. تما التحسر وهاد الحسرة وهاد البكاء راه ما يفيدك حتى في شي شيء. تبقى تقول يا ندايمي كوني قعدت في الدار. لهذا اخي المواطن اختي المواطنة، وخاصة ان دوك الفئات اللي راهم يخرجوا غادي ما فيهاش قنوط، وخير دليل انا امامكم بعيد على منزلي في اسبانيا، وبعيد من على منزلي في المغرب، وبعيد عن صغيرتي وزوجتي ووالدتي المعروفة بانها مريضة مرض مزمن، خاصة أننا تلقينا هاتف بأن مخالتي توفيت. رغم هذا ما علينا إلا بالصبر. ماذا سنفعل؟ هادشي نتاع الله ماشي بيدينا. زقي وطير ونزل وقول ندير وإني إلا كانت مكتبة واحد الحاجة ربي راه يديرها. اللهم الطف بنا، اللهم ارفع البلاء وادفع الوباء واجعل بلدنا آمنة مطمئنة. حنا الخوت ديالنا الحمد لله الواحد قاعد من العائلة ديالو، ماشي راكم يعني مفترقين. تخيلوا بانما كاينه واحد العائله مفترقه على اولادها وكذا، وهم الاغلبيه اللي رحنا ديالنا حنا في المغرب يعني مخيره قاعد مع العائله ديالو. يعني انا ماشي نقول لك ان الحصيله مدينه وجده راه ولات 103، حنا غادي نهضروا على المغرب بصفه عامه، المغرب كامل دوك الفئات اللي راهم يخرجوا. الله يرحم لكم الوالدين والعار الا ما تلزموا الاماكن ديالكم، لان ما راكوش الامور راه تصاعديه. لذا نلتزم الحذر، ثم الحذر وهو البقاء في المنزل. ما تقولش قنط، تقول الحمد لله. دير شويه رياضه في الدار وعاون المدام ديالك ولعب مع وليداتك، واللي ما عندوش الوليدات الله يرزقه بالذريه الصالحه، واللي مشي متزوج الله يجعل ربي يدخل هذا رمضان وان شاء الله بحول الله والحوايج غتنحلوا. وراكم فكرنا في المدارس والمساجد ورحنا قراب على شهر رمضان، يعني الامور الواحد خصو يهضرها يديرها هنا بالمنطق. باننا الا خرجت برا غادي نزيد، وما حتى نزاد لنا هاد الاصابات وهاد الوفيات الا وتزادت الحجر الصحي. راه ايطاليا عطات حتى 5 ماي، ولكن غادي نقول لكم 5 ماي راه ما تقدش مشات. انني كنقولها بان ما كان لا صيف لا اصطياف لا حتى شي حاجه. انا مدينه مليليا وراني عارف بانما لا زلنا هنا متواجدين، ولكن نحمد الله ونشكره كنقولوا الحمد لله. هذا الطريقه اللي دارها المغرب يعني راه في الصالح ديالي وفي الصالح تاع المغرب وفي الصالح تاع اوروبا. يعني فريمون الواحد الله يحسن العون ديالو، لان ظرفيه صعبه. انما الامور الحمد لله رحنا صابرين والحمد لله. ما غاديش نقول انا قنط، علاش غادي تقنط؟ عندك تليفون، فيه الواتساب، عندك التلفازه في الدار، عندك بزاف الحوايج. المخير اليوم عنده وسائل الاعلام، المخير اليوم وسائل، عنده الهاتف، عنده الطابلات، عنده البيسي، يدخل ويدير شي موضوع ويقرا شويه الذكر ويدير شويه الاستغفار. لعل وعسى الله سبحانه وتعالى، راه ما خلقنا باش يفرط فينا. من هذا كان نقول لكم الخوت، ما تبقاوش تقولوا قنطنا ورحنا في ربع بيبان وان شاء الله من نخرجوا ان شاء الله يمشي هذا المرض. واحد يقول لك انا نمشي نسافر، يا ودي انا كنا يمشي هذا المرض نزيد نقعد 10 ايام اخرى ننعسها، لان ما فعلا ما رحناش ننعسوا. رحنا دائما نتبعوا الاخبار، دائما بنادم يبقى يستنى الاحداث وشنو كاين، اين هو الاكل،
واخذتها فوت على الاكل وكذا وكذا وكذا، والله ما تاكل. من كتسمع لك سيرتو لك سمعت عيني ضحي واحد السيد مات بهذا الفيروس، كيفاش غادي يطبع لك الاكل؟ كيفاش غادي يطبع لك هذا النوم؟ كيفاش يطبع لك هذا النوم؟ ما غادي يطبع لك حتى شي حاجه. هو بنادم يصبر ويقول يا ربي الطف بينا وخرجنا من دار العيب، لا عيب، يا ربي تحفظنا، راه يعني هذه الجائحه نتاع هذا الوباء راه فعلا الكل يا ربي انها خطيره، ولكن حنا لا ملتزمناش الاماكن غادي تولي خطيره في 20 خطيره، يعني غادي تبقى تسقط لنا في الضحايا وتسقط لنا في الوفيات، وما لنا حنايا وعندنا العلاج ديالها ونبقاو في المنازل، ما غاديش نبقاو ندابزو حنايا مع الشيخ، ندابزو مع القايد، ندابزو مع البوليسي، ندابزو مع المسائل، يعني كل واحد عنده الاختصاص ديالو. هادو راهم يقول لك راهم يوزعوا خويا، راهم غادي يجيبوا لك الامور ديالك، ولا ما جابوك راه كاين واحد الاله، واحد الرب كريم. يعني حنا اللي يهمنا والموضوع، يعني اللب نتاع الموضوع هو خصنا نبقاو في المنازل اخوتي، راه وشت المغرب راه تزاد تحواس تطلع، يعني ما غاديش يبقى بنادم يكذب على راسو. نحن عايش، نحن هنا راه عندنا عايشين واحد العيشه هنا في اسبانيا، الفيلاج عندي في 1000 نسمة الذي كنت اقطن فيه في سيوداد ريال، 35 وفاة في 1000 نسمة، 35 تاع الوفيات. وفال دي بينياس اللي كنت دائما نقول لكم راني داير الصور على الفال دي بينياس 57 وفاة تاع البارح، هما اليوم الاحصائيات ما جبتهاش، 57 كاين 2000 نسمة 57، يعني الفيلاجات الصغار اللي بعد على مدريد، يعني راه تكرسوا الاولى على مدريد، انما تلقى مدريد فيها مثلا 2000 وفاة، ولا مدريد فيها الفيلاجات بزاف، تلقى هاد الفيلاجات اللي كنا سكنا فيهم راه تكرسوا الاولى، ولكن الحمد لله ونشكروه. حنا باش نعالجوا نفسنا، ما قالوا لناش غادي تمشي تاكل الدواء، عطاوك لي كومبريمي ولا غادي تمشي عند الطبيب الداوي ولا كذا وكذا، قالوا لك اودي اقعد في الدار، عاوننا في الدار، هذاك هو علاج، عطاوك علاج بحال هكا، مشيت عند الطبيب فوت وقال لك 15 يوم تاع الروبو، 15 يوم تاع الروبو خصو يفهمها اي واحد، خصو يفهمها اي واحد، ما تقوليش قنط، ما تقوليش راني في وسط ربعه تاع الحيطان. الا جيت انت تقول هاد الهضره الاخر كان يقول هضره، اين هو الصبر؟ صبروا وصابروا، الله سبحانه وتعالى عطانا الصبر، نصبروا. أنا شحال من واحد يقدر يخرج برا إلى ما تتمنظر أنت علاش بديك العدوى وديت باك وديت مك ولا نقدر كاع ما تعديش هذوك، وسقط الضر الله توفيت الأعمار بيد الله، توفيتنا كي غادي تخلي ديك العائلة ديالك ولا غادي تخلي ولادك إلا كان عندك ولاد صغار باش غادي تيتمهم؟ علاش يا أخي في الضرب ولا ما تضبطش روح الأمور ديالك وتقعد في المنزل؟ أنا لا أقول هذا الكلام، أنني أقول أنا نطبقه على نفسي، أنا راني نخرج للضرورة، وأني باش يوميا الضرورة نتاع 10 دقائق. ما غاديش انا غادي لان ما انا المحل قدامي، ما غاديش انا غادي المحل قدامي نمشي لواحد المحل اخر اللي بعيد عليا ونمشي ندير السباب انه المحلات مبلعين، لا كاين المحل قدامي انا ما نمشيش المحل اخر لكي لا انقل العدوى للعائله ديالي. والصباط كي كندخل به في الدار كندير انا واحد الجفاف، يعني حاشاكم واحد الجفاف ندير فيه جافير ونحط فيه الصباط ونلبس النعاله اللي كانت تما قدام الاخر باش يموت، ولا كان ما قدر الله تموت كان شي ميكروب يموت. الوقايه خير من العلاج اخوتي، الله يرحمكم الوالدين، راه والله العظيم الى الدوله راه دارت لنا كلشي، راه خصنا نعطيهم البوجور للاطر الصهر، نعطيهم البوجور اسيدنا، راه خصنا الفلوس، مدى المعاونه بفلوس ومال الخاص، عاون الصندوق عاون كلشي، وعندنا بعض كاين الناس عاونوا الله يجزيهم بالخير، عندك عندنا اطباء راهم يعاونوا، عندنا رجال الامن المساكين راهم باتوا حيين، فكروا بدوك الناس حنا قاعدين في الديور وهم مساكين يجراو في الدروبه، واش هذوك واش غادي يقولوا؟ هذوك ما غاديش يقولوا قنطنا، خاص بالعكس هذوك هما اللي يقولوا قنطنا ومرضنا، الامن المساكين والدرك الملكي والاطر الصاهره، ولكن الحمد لله هما صبروا وصابرين، خدامين في الموت، والحمد لله ربي عطيهم العزيمه والقوه، وحنا خصنا نشجعوهم باش ما يدهشوش، نقول يا سبحان الله حنا في الدور ديالنا مساكين وما راهم خدامين، هذه الكلمه اللي خصنا نقولوها. داك رجل الامن، رجل الامن ولا الدركي ولا الفرملي ولا السيكيريدات ولا الاطر الصاهره، نعطيهم التحيه، لانهم راهم خدامين وواقفين باش يخرجونا من هذه الازمه، ولكن بغينا نبقاو نخرجوا، راه الحجر الصحي راه دائما مستمر، ولكن باش نحافظوا باش نخرجوا وتحلوا لنا المدارس والمدارس وتعود الحركه والواحد يفوت الاحباب، وغدا بعد غدا نستقبلوا رمضان ونستقبلوا العيد الصغير وراجع عاود العيد الكبير وبزاف الحوايج، ما تخليوش ما نحرموش على راسنا هذه الفرحات، هذا ابتلاء، هذا ابتلاء، يعني قاعد الدول كلشي راه طايحه فيه، ماشي انت ولا الاخر ولا الاخر، وديروا الاخبار وتنطوا ماذا يدور في الكواليس، بانما اسبانيا صحيح طاحت، ايطاليا طاحت، فرنسا حدت ولا حرج،
بلجيكا راكم سمعتوا الاخبار هذه تاكلها صحيحه، هولندا خلاص، الميريكان بالقوه ديالها طاحت، حنا المغرب الحمد لله ولله الحمد بفضل تاع سيدنا والمجهودات ديالو، وصراحه واقف معنا عطانا كلشي، ولكن حنا كمواطنين باش غادي نشكروهم؟ نشكروهم نقعدوا في الديور، هذا هو الشكر ديالنا، ما غاديش نبقاو ندابزو حنا التهافت، على انني عارف كاين فقراء كاين محتاجين كاين كلشي، العالم كامل فيه فقراء ومحتاجين وضعفاء، رانا عايشين في اوروبا رانا مخلينا حتى مدينه فيها الفقراء فيها الضعفاء فيها كلشي، باش تسمع اوروبا بان ما راه كلشي اغنياء؟ لا يا اخي، كاين الفقير وكاين المتوسط وكاين الميسور، هذه طبقيه ربي خلقنا هكا، واش خلقنا الصبع بحال ماشي قد قد كل واحد وصبع مع صبع، ولكن الفرق اللي بيناتنا هو التقوى. انا يقول لك المال مال الله والانسان مستخلف فيه، انا خصنا نصبروا هذه المرات خصنا نصبروا، يعني خصنا نصبروا باش نخرجوا، ما علينا الا الباخ في المنازل، راك في المنزل ديالك، ماذا نقول؟ ماذا اقول انا؟ انا شخص اللي اتكلم معاك، اذ جاي باش نفوت الفاكاسيون مع 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 العائله ديالي ونمشي ندير عمليه للوالده، اذ اتفاجا بانني هنا في مليليا ونحمد الله ونشكره، باش راني نقول لك رحنا مربدين، ما حناش مربدين، كرينا رحنا كاريين، كنت في لوطيل جاني قاصح راني كاري، واش غادي نوض ندابز مع الحيطان ولا ندابز مع الاداره؟ لا خصني ندخل. صحيح الانسان داير بانما لا كاين واحد المرض، الحمد لله حنا المرض راه عندنا محلي، والله يجيب الشفاء للجميع واللي ماتوا لنا الله يرحمهم، ولكن ما بغيناش على المغرب باش يزيد واحد الهويه يطيح، والله العظيم الله يرحمنا ما باغينش على المغرب، عشان تقول راه حنا هنا بمليليا ولا راه اللي كاين راه في بلجيكا كاين راه في هولندا عالق تقول كذا، راه ماشي نهايه العالم، ماشي نهايه العالم، يعني بنادم خصو يصبر، علينا بالصبر، ماشي انا غادي تقول لي قنط راني قاعد في الدار ولا لا قنط غادي نخرج نضرب دوره، ولا يمشي داك البوليس ولا داك القايده ولا القايد انت تولي تخرج، عيب وعار ولا عيب وعار، الا بغينا نقضيو على هذا المرض، هذا المرض راه عنده تدوينه ديالو وعندو الدواء ديالو ودوات في الدار، باش واحد ما يبقاش داك الاحتكاك، لان هذيك مسافه الامان راه ما بقاتش، يبقى الواحد ضرب يقعد في الدار سالتو هاد الاسبوعين، ها هو حنا في اسبانيا يعني هاد الاسبوعين خطيرين من حتى 23/4، يعني الواحد خصو يلتزم الحيطه والحذر، يدير الكاسكيطه ويدير الكمامه، ضروري دير الكمامه، وماشي تقول لي الكمامه انا ندير السربيطه، انا مشيت لافارماسي هنا بمليليا ما لقيتهاش، وانما تبقى ندابز نبقى نقلب عليها نقلب عليها تنقل العدوى، صافي مشيت دوز جوج طراي فارماسيه، وانا كنت وليت لكم مشيت زريت القطره ما كايناش، وليت ندير السربيطه، اين العيب؟ ماشي عيب، المهم انا السربيطه ديالو وندير النظره العينيه، ولهذا نقول لكم اخوتي المغاربه ذوك الفئات، والله العظيم الى المغرب راه الجنه، وما تخليوناش نبقاو نبكيو على العائلات ديالنا، وراه عندنا الموت كاين الموت وكاين اللي راه مسكين ما يحضرش، شوفوا الجنازات راه دير، شوفوا الجنازات ها هو قاعد تخرج برا تجي جنازه والله ما راك غاديها، فكروا شويه فكروا شويه، مني وطلعت انا هذا الكلام راه موجه الي حتى انا، ماشي انا غير مانيش مطبخو، انا راني مطبخو، انني كنقول لك للضروره نخرج للضروره نتاع 5 دقائق نخرج ونرجع وندير الاحتياطات اللازمه عليا، باش ما نقولش العدوى للدار اللي راهم باقيين في الدار، داك اللي يخرج خصو يدير يكونوا مجد مجد واحد البدله اخرى كيدخل يلبسها ويحط الاخرى تما على حساب ديك 4 سوايع 5 سوايع حتى كانت شي حاجه ما تدخلش للبيت، يعني هذا هو اللي خصنا باش نعاونوا السلطات، راه سيدنا تحت القياده الساميه صراحه دار مجهودات، دار جاب اطباء جاب مستشفيات، راه والله الا الحكمه الرشيده نتاع 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 سيدنا بالله العظيم راه العالم انبهر في العالم من المغرب دار الحجر، ولكن المواطن بعض الفئات ما طبخوش، والله العظيم طبقناها في الاول الى كون رحنا خرجنا الى 15 يوم الاولى كون خرجنا، ولكن من الناس قد تخرج خاصني كذا وخاصني كذا، خلطوا المرض مع الاخر الله يحسن العون، راه واخا تكون كاع ما نعرف كاع وشنو، ولكن لا اله الا الله محمد رسول الله، نتمنى من ذوك الفئات ما يقولوش قنطنا، ما يقولوش قنطنا باش اللي كاين تغلب على هذا الوباء، لا تقولوا بانما قنطنا، اتقنطونا من رحمه الله، علاش غادي نقنطوا؟ ربي خلقنا باش نصبروا، علاش عطانا الصبر؟ عطانا الصبر، الصبر، أرى الناس يمكن ما كتلقى ما تاكل، ما حنا الحمد لله في هذه القيته ديالنا كلشي موجود، الخير موجود، كلشي مبسوط، وكلشي قاعد من العائله ديالو، فكروا شويه في ذوك الناس اللي ماتوا، اللي راهم غايبين على العائلات ديالهم، كيف المصير ديالهم؟ كاين اللي مخلي مرته، كاين اللي مخلي بنته، كاين اللي مخلي المراه ديالو، والعكس صحيح، ما تقولش قنط، قول الحمد لله. الحمد لله اللي مراكوش مقيوسيننا وقاعدين في ديوركم، تخيلوا معي بانكم كوراكم في السبيطارات، ماشي حتى تمرض وتمشي للسبيطار ويديروا لك الاكسجين وتبقى تما تبكي وتنوح،
شكون غادي يسمعك؟ شكون غادي يسمعك تما قبيلك بالخالق؟ لانما الدوله بريئه منك، الدوله قالت لك عندنا في الدار، خلينا بعد الفئات دوك اللي تصابوا ما يعني جاتهم على غفله وتصابوا. حنا دابا نهضروا على هاد الناس اللي ما تصابوش وغادي يخرجوا يسبوا رسانهم. اتعرف انما من قتل الناس عبدا يغضب عليه الله طول الحياه ويبقى غاضي عليه الى يوم الدين. ولا تلقوا بانفسكم الى التهلكه اخوتي، الله يرحم لكم الوالدين، الله يجازيكم بخير. اما تقولوش قنطنا اقعدوا في الدار، عاونونا، عاونوا جلاله الملك، عاونوا السلطات الصاهره، بانما هذا هو كما نقولوا السلام ديالنا والتحيه ديالنا نعطيوها لهم، والشكر ديالنا، الشكر ديالنا لهاد الناس اللي وقفت معنا بما فيهم صاحب الجلاله اللي صراحه دار الشيء اللي يمكن ما داروا حتى شي واحد. احنا نشوفوا راح نتبعوا الاحداث، لا بلجيكا ولا اسبانيا ولا كذا، تفرت عدو نظر الحجر الصحي. يدنا نفتخر بسيدنا دار الحجر الصحي مبكر، ولكن نظرا لبعض الفئات لدو البؤر كانوا يخرجوا داروا لنا هذا المشكل. زعما صراحه نتمنوا من الله يكون حد الباس، اللهم ارفع البلاء ودعوا الباء واجعل بلدنا امنا ومطمئنا. نتمنى لخوتي يا رب تخرج، يا رب تخرجنا بدار العيب بلا عيب. الاخوه اللي مرضوا واللي خرجوا عاود كنا نهار في السبيطار وشفناهم، الحمد لله قول لهم على سلامتكم، نتمنى لكم صحه جيده. والاخوان ديالنا اللي زالوا راهم يعالجوا في جميع المغرب، الله يجعل ربي يشد الدار ديالهم، الله يشفيهم. صراحه حنا ماشي خائفين، ولكن خفنا، غادي نخافوا غادي ربي يسخط علينا الا خرجنا للزنقه. هذا راه ممنوع تخرج الزنقه، ماشي كتقعد من 4 5 ديال الصباح تقول انا ما عندي ما ناكل. اصبر اصاحبي اصبر، اش ماكله تجيك الا كنت الا سمعت لواحد مات؟ اش ماكله تجيك؟ نجيب لك كاع المشوي، نجيب لك المشوي المصور ويكون تسمع الناس ماتت، واش غادي تاكل؟ والله ما راحنا ناكلوها بالله العظيم، واتحدى اي واحد الا راه ياكل فواحد الهناء، تاكل ومخايف ومرهون والله يستر وكذا. يعني خصنا هنايا نصبروا، هنا نصبروا الاخوان ديالي، الله يجازيكم بالخير. الا ما نصبروا والشكر ديالنا هو نقعدوا في المنازل، ما طلبوا منا والو، ما نخرجوش. رانا عارفين عندنا طبقات معوزه، ولكن راه من الناس سر راهم يعطيوهم. انا باش نقول لكم راه يعطيو ولا ما يعطيو، حنا هنا بعد، ولكن في هذه الظرفيه ما غادي يقدر حتى شي واحد يدير شي واحد حقه. انما راهم يشوفوا بانما الموت راه هاي كما نقولوا، الله يستر ويحفظ، الله يحفظنا. ولكن دوك الطبقات باش يخرجوا يعني كتجمعات ينوضوا يديروا دوك التجمعات، الله ما راهمش يعطيو لنا، الله ما راهمش يديروا لنا. هذاك هو بحد بحد ذاته غادي نحصلوا دوك الفلاجات اللي راهم يخرجوا. ما تخرجش كاع، ما تعرفش كاع منين يجينا هاد الهم نتاع شي فيروس، وواحد يدي كاع ديك الجماعه تما وروح اخر مش على ما نسلم، ونبقاو ندورو عاود كنديرو لهم حجر صحي بوحدهم وسنة عاود شهر اخر ولا. لذا ما نطرش عليكم خوتي المغاربه، لا تقول بان قنطوا في المنازل، وقولوا الحمد لله على هادشي اللي عطانا الله، ما عندنا ما غادي نديرو، ما علينا الا بالصبر والبقاء في المنازل. سيدنا الله ينصرو، الله يقوي على هادشي اللي راه واقع، الله يقويه والله يخليه لينا، لان ما قام به اشياء كبيره. وزعما صراحه باش يدير الحجر الاساس الحجر الصحي هو الاول يعني قبل ما تدير كارثه. ونتمنوا احنا باش نعاونوا صاحب الجلاله والاطر نبقى في المنازل، وتحياتي الخالصه للجميع. ونتمنى لكم يا ربي باش تحلوا المدارس وتحلوا المساجد، وحنا نرجعوا للعائلات ديالنا وانتم تشوفوا العائلات ديالكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.